عندناش اخويا حنا غير ناعسين ما علينا ما بينا. حتى كنتفاجئوا جا واحد جابوا العمال ديال الجماعه ولا واحد ديال الموقف باش يريبونا فوق ديورنا وحنا والدينا مراد والسلطه حنا ما عندها معنا حتى شي اشكال. حنا بينا وبين كوزيمار حنا الا غنديروا شي حاجه تجي كوزيمار تحاور معنا. والدينا ضاعوا هنا موادنا بوادنا اي حاجه هنا ولاد راه كبروا تبارك الله. علاش اخويا حنا الناس ما بينا وبين خوي حسن علاش غيريبوا فوق منا؟ علاش ويجي كوزيمار وتفاهم معنا حبيا واي حاجه حنا نديروها معاه؟ واش اخويا غادي يجيو يجمعوا علينا؟ علاش انا علاش غيجيو يجمعوا حنا؟ حنا شنو دايرين؟ راه ابونا ما شوف باع البونا ما والو تا شوف كتسمع باق 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 باق. علاش؟ او واش حنا في غابه؟ حنا الحق القانون عاش الملك اخويا. اي حاجه بدي شي حاجه غيستاشر معاك ويجيو المسؤولين ديال كوزيمار ويتحاوروا معنا ومرحبا. عباد الله في طاليان كندا بلجيكا كاين حنا 6 ديور 8 ديور خداهم هنا باك صاحبي. حنا كنجيو في الملك سبحانه وتعالى لا غير فغير الملك والو تقول عاش الملك. انا ولدي بنت 61 انا هنا انا زياده هنا في كوزيمار عشت هنا في كوزيمار حياتي كامله هنا تزوج ولدت وليداتي انا مازال ساكنه هنا. هذا المشكل اللي وقع لينا هو ديال هذا التهجم ما قبلناش. علاش ما قبلناش؟ ما قبلناش يتفاهموا معنا لان الناس جاوا غير هاجمين على ديور واستافدوا وخداو الله يعاونهم ما حسبناهمش. ولكن حنا اللي بواتنا خدموا حتى با انا عاش 5 سنين من مورا التقاعد ديالو 5 سنين وهو الدعم مش مسكين ما تمتعش مسكين حتى في التقاعد ديالو ما تمتعش فيه ومات. بقينا حنا من مورا باعت الوالده حتى هي بقينا حنا مجموعين دابا هنا. دابا هما جا قال لك استفاده تستافد واحد في الدار كي غنديروا حنا 5 الخوت في الدار واش نستافد انا بوحدي ولوح خوتي لوحهم؟ ما يمكنش ليا. دابا من اللي جاو وقال لك حقه الدور اللي مسدودين هادو اللي خاوين يهدموهم. علاش غيهدموهم؟ يهدموهم لينا ما كاين حتى شي حاجه خايبه اللي كيديروها هاد الاولاد هنايا. يهدموهم لينا يديروا معنا حل حنا الاولين يديروا معنا حل والله يعاونهم بالشركه كامله بكوزيمار كامله يريبوها. ما حبسناهمش وما منعناهمش يعني عطيونا غير حقنا لان كاينين هنا اللي استافد خرج ب6 البارطمات خرج ب7 البارطمات وحنا اللي ولاد هنا وكبرنا هنا وعشنا هنا وشرفنا حنا هنا يلوحونا. هذا هو الطالب اللي كنطلبو كنطلبو يعطيونا غير حقنا وخليونا من الكوزيمار. حنا بغينا حقنا من الشركه ماشي من السلطه لان با خدم حياته كلها في الشركه ما خدمش مع السلطه. كنطلبو حقنا من الشركه وعندنا حكم عندنا حكم حنا عندنا حكم شادينه. وهذا الشيء اللي داروا لنا اليوم ما فهمناش علاش نضنا الصباح لقيناهم تيهرسوا وتيهدموا وبدون قانون ما عالميننا ما عالمين حتى شي واحد تخلعنا لا حنا ولا ولادنا ولا كل شيء. كاين اللي ناض والله اللي كاين اللي ما فاطرش فطور ما فاطروش من الصباح وحنا كندورو بحال هكا. حشومه هذا الشيء اللي داروا لنا ما عرفناش علاش.